من شهرين بالظبط وبالتحديد يوم 14/6 نزلت إحدى المواقع الإلكترونية الرياضية الشهيرة في مصر، نزلت خبر إن جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، الراجل ده نفسه يلعب في الأهلي. الكلام ده كان عن لسان وكيل أعماله، إن الراجل ده نفسه يلعب في الأهلي، والراجل ده اللي بيقول اللي ملعبش في الأهلي ملعبش في حتة في العالم، والراجل ده جذوره أهلوية، والراجل ده جده كان بيشجع الأهلي، وكلام من هذا القبيل وتلميع وتمجيد في النادي الأهلي. شفنا من يومين او بالتحديد امبارح شفنا فيديو شهير لجاكسون موليكا وهو بيتمرن بتشيرت الزمالك في احدى القاعات بتاعة التمرين. طبعا الفيديو ده قلب الدنيا، والفيديو ده عمل يعني شغل جامد جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا قلنا نطلع معاكم النهاردة عشان نوضح لكم حقيقة الموضوع بالتفصيل، وفي نفس الوقت هنتكلم شوية عن أرقام جاكسون موليكا أحد أبرز المهاجمين في القارة الأفريقية هذا الموسم. يلا بقى بينا نروح نتفرج على أرقام جاكسون موليكا مع مازيمبي، وفي نفس الوقت نتكلم مع بعض نشوف إيه حقيقة كل الضجة اللي معمولة دي. أنا محمد مصطفى معاكم بعد الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو انت زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وتحليلات مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه، ولو بالفعل مشترك بس مش مفعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان دايما الفيديوهات الجديده توصلك اشعاراتها بشكل مستمر. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. صحينا امبارح على خبر مفاجاه وعلى فيديو مفاجاه، اللي هو ايه؟ ان جاكسون موليكا ده مهاجم مازيمبي، مهاجم مازيمبي الاساسي، لعيب جامد جدا، لعيب عالي جدا، الاهلي بيتفاوض معاه بقاله اكتر من 6 شهور. اللعيب ده بقى نزل في فيديو، هنسيب لكم طبعا الفيديو في نهايه الحلقه، بيتصور في فيديو بتشيرت نادي الزمالك وهو بيتمرن بيلعب على احدى الاجهزه الرياضيه بتشيرت نادي الزمالك، وده طبعا عمل ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجه ان ناس كتيره قوي اكدت ان جاكسون موليكا خلاص الزمالك اتم التفاوض معاه. طيب احنا قبل ما نخش الاول في موضوع التفاوض بتاع جاكسون موليكا من عدمه مع الزمالك، هنتكلم شويه عن جاكسون موليكا وعن ارقامه. جاكسون موليكا هو مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي، ودخل او بقاله فتره دخل ضمن المنتخب الكونغولي وبدا يبقى لعيب اساسي الفتره الاخيره. جاكسون موليكا بيلعب مهاجم وفي نفس الوقت عنده قابلية انه يلعب على الطرف اليمين او على الطرف الشمال، هو لعيب بيلعب برجليه الاتنين حلو قوي، لعيب مهاجم حلو قوي، لعيب واعد، يمكن مسميينه دلوقتي يعني يعتبر الموهبة القادمة للقارة الافريقية. اندية كتيرة اوروبية بدأت تتفاوض معاه، والنادي الاهلي دخل في تفاوض معاه، وما سمعناش حاجة خالص عن نادي الزمالك، وده كان موضوع غريب جدا ان الزمالك ما كانش اسمه موجود خالص، وهوب مرة واحدة اللعيب لابس شيرت الزمالك وبتمرن بيه. طب انت ليه عم موليكا؟ اشمعنى نادي الزمالك يعني اللي انت لبست تيشيرت وبتتمرن بيه؟ اشمعنى التيشيرت ده تحديدا؟ طيب انت لبست التيشيرت يا عم، انت راجل زملكاوي، مع ان زملكاوي دي صعبه انك تبقى زملكاوي او اهلاوي للامانه يعني، بس الزمالك فعلا ليه شعبيه داخل القاره الافريقيه، بس انتمائك الاول هيكون لمازيمبي. طب انت ليه عم موليكا يعني لبست تيشيرت الزمالك؟ خلاص يا عم حد اداهولك هديه ولبسته، طب هتطلع تعمل فيديو بيه ليه؟ خلاص يا عم انت عملت فيديو او حد صورك، هتنزل الفيديو ده على حساباتك الرسمية على السوشيال ميديا ليه؟ ما انا برضو الموضوع هيجننا. المهم خلينا ناخد ارقام جاكسون موليكا. هو مواليد 99، عنده 20 سنة، وزي ما قلنا هو مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي. هو الاهلي بيتفاوض معاه، والاهلي عرض 2 مليون دولار ومازيمبي رفض. مازيمبي رفض ليه؟ مازيمبي رفض لان هو عاوز يخليه يحترف بقى في اوروبا، وتحديدا في 3-4 اندية بلجيكية معينة بالاسم،
طب ليه الكلام ده؟ عشان خاطر مازيمبي عامل توأمة مع الأندية دي البلجيكية، إن لو خد لعيب من نادي مازيمبي، الأندية البلجيكية دي لو خدت لعيب من نادي مازيمبي، مازيمبي بعد كده هياخد 40% لو اللعيب ده اتباع من إعادة بيعه. لو النادي البلجيكي باعه بعد كده، مازيمبي هياخد 40% من قيمة الصفقة، رقم كبير جدا جدا جدا. اقصى حاجة في الاتفاقات في الكلام ده كله بتوصل ل20%، انما 40% ده يعني رقم عالي جدا. فعشان كده مازيمبي، ادارة مازيمبي متمسكة انها تعيره لاحد الاندية البلجيكية. في خلال السنتين اللي فاتوا موليكا لعب مع مازيمبي 30 مباراة، الـ30 مباراة دول الراجل احرز فيهم 14 هدف وصنع 4 اهداف. في الموسم ده بقى موليكا لعب 10 مباريات مع مازيمبي، احرز 10 اهداف، ارقام متوسطة مش ارقام عالية قوي، لكنه لعيب انا اتفرجت عليه، لعيب عالي قوي، لعيب كورته حلو قوي، فعلا احد اهم المواهب داخل القارة الافريقية. دي اهم ارقام جاكسون موليكا وهو بيلعب في مازيمبي بالمناسبة من 2018، وهو ما كانش يعني بيلعب في حتة مشهورة قبل كده، جه من احد الاندية المغمورة في 2018 ولعب مع مازيمبي ومتألق السنتين دول، ودول اهم سنتين، يمكن السنة كمان اللي فاتت او السنة الحالية يعني في دوري ابطال افريقيا موليكا متألق مع مازيمبي، ودي كانت اهم سنة لجاكسون موليكا. طبعا زي ما احنا عارفين الاهلي بيتفاوض معاه والاهلي مش عارف يوصل لرقم معاه بسبب زي ما قلنا التمسك مازيمبي اللي بيعه لاحد الاندية البلجيكية. حتة بقى ان هو اتصور مع بتشيرت الزمالك وهل انتقاله لنادي الزمالك من عدمه، انا هتكلم معاكم بصراحة عشان نديكم المعلومة حقيقية، اللي يقول لكم كده يبقى بيكذب على حضراتكم، لان انا ما تعودتش معاكم على الكذب مع حضراتكم. بس خلينا نحلل بالعقل وخلينا نشوف الامور بالظبط ماشية ازاي. اولا ان موليكا يلبس تيشيرت الزمالك ويتمرن بيه، فده يعني مش حاجة ان هو بقى راجل يعني حاجة ما حصلتش بالصدفة، الموضوع ما حصلش بالصدفة. ان انا البس تيشيرت الزمالك وتيشيرت الزمالك عشان تشتريه في افريقيا، لازم بقى حد معين هو اللي يجيبه لك، غير مصر ان حد زميلك يهديك بيه او حد صاحبك يهديك بيه، فانت لازم تشتري تيشيرت الزمالك او حد معين هيجيبه لك. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت اتمرنت بتيشيرت الزمالك خلاص يا سيدي عادي، انت راجل بتحب نادي الزمالك وحد صورك فيديو مفيش مشاكل، يعني ليه تنزل الفيديو ده على المواقع الشخصية بقى بتاعتك انت كموليكا، كجاكسون موليكا، ليه تنزل الفيديو ده على المواقع الشخصية بتاعتك على السوشيال ميديا، انستجرام وفيسبوك وتويتر وكل الكلام ده، الفيديو نزل في وقت واحد، ده برضو حاجة تانية. فانا هما حاجة من الاتنين عشان حضراتكم ما تتهوش. الموضوع الاولاني او الحاجة الاولانية ممكن يكون ده يعني فيلم عامله موليكا ووكيله وهو اتمرن بتشيرت الزمالك عشان خاطر يزود عرض النادي الاهلي، عشان لما الاهلي يشوفه كده الاهلي يجري ويزود العرض ويمكن كمان يضاعف العرض، ده عشان نكون متفقين. فللمناسبة برضو كان الاستاذ احمد مرتضى منصور امبارح على احد القنوات الفضائية اتسأل هل يا استاذ احمد انتوا ليكم علاقة بموضوع موليكا وتيشيرت الزمالك؟ الراجل قال انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده، وانا اتفاجئت زي حضرتك يعني مقدم البرنامج. وعلى عموم الزمالك ليه مشجعين كتيرة في القارة الافريقية، فطبعا رد دبلوماسي من احمد مرتضى منصور وهو طبعا قال هو لعيب كويس ونتمنى ان احنا نضمه. فنرجع لمرجوعنا، يا اما الزمالك فعلا خلص مع جاكسون موليكا، وده يعني اللي حصل ده او الفيديو ده هي اشارة في تعاقد موليكا مع الزمالك، يا اما الموضوع ده حصل بالفعل والزمالك اتم اتفاقه مع جاكسون موليكا، يا اما جاكسون موليكا ووكيله بيلعبوا على النادي الاهلي عشان خاطر يزودوا السعر، عشان خاطر ان الراجل يتصور فيديو بتشيرت الزمالك، فدي رسالة للنادي الاهلي ان هو الراجل بيخلص مع نادي الزمالك. قصة كبيرة، بس هي حاجة من الاتنين، ومسيرنا ان شاء الله بإذن الله هنطلع صح في حاجة من الاتنين. هنسيب لكم الفيديو بعد قليل على الصفحة او على الشانل عندنا في الحلقة دي تتفرجوا عليه بعد ما نخلص خالص الحوار بتاعنا، هتسيب لكم الفيديو تتفرجوا عليه بتاع جاكسون موليكا وهو بيتمرن بتشيرت نادي الزمالك. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية ما تنسوش لو انت مش مشترك في القناة واول مرة تتفرج علينا وبتشجع نادي الزمالك وبتحب
بتحب اخبار وتحليلات مباريات نادي الزمالك هيساعدنا اكيد اشتراكك معنا في القناه، ولو بالفعل مشترك بس مش مفعل زر الجرس فعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لك الاشعارات بتاعته بشكل مستمر. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.